season. Já teve vários espetáculos variados só no mundo. كنتم هل انتم مستعدون ارينا طويل الكره تدخل وعوده بعد ذلك في وسط الميدان لمسه محاوله ميسي مر لكن ريفيز تدخل خطا يحصل كره يحصلها مره اخرى وكانه عاد ليصغر اكثر ما شاء الله الأمامية حلوة التمريرة لكن عودة إلى ألبا لمسة لليو تمريرة وهي ماشية جميلة لكنها بعيدة شوية جانبي ليو مع ألبا ومع بوسكيتس ومع سواريز تمريرة الرد سواريز انتظار ليو أهم لاعبين في قائمة فريق إنتر ميامي ميسي ينتظر سعودي لويزيتو ميسي بلمسة تصل إلى غريسييل تمريرة الرد باتجاه ليو يصل ليو على الكورة على الجهة اليمنى ميسي يا ميسي بعودة للوراء مرة أخرى نحو بوسكيتس مجموعة من التمريرات تغيير اتجاه اللاعب بروعة لليسار لاعب المرمى هلالية على أعتاب المرمى كانت خطيرة كانت قريبة ولكنها ضاعت ليو جميلة التمريرة صعبة بين الهلال يقاتل على كل الجبهات زعيم هذه كرة بالخطأ جحفلي تدخل مرة جدا في الجيل الذهبي لبرشلونة الجميع كان يتغنى بالثلاثي هذه كرة لمصعة ليو ليو بلمسة على جهة اليمين انطلاقة محاولة خطيرة لمصعة انتر ميامي الباحث عن الهدف الأول ليو مرة من سافيتش ليو على اليسار جامد بداني أنها مباراة في اتجاه واحد حذاري يا ليو ليو بينية جميلة ألبا في هذه الأثناء لسواريز تم بناء والإشراف عليه وإخراجه بواسطة كوادر سهلة لحبيب الوطيان ليونيل ميسي لاعب لين يدين يبحث عن ليو طلب الكرة من جانب ليو يدين يلعب الكرة باتجاه ميسي ولكن التغطية في اللحظة الأخيرة وبعد ذلك الإبعاد الكرة بدالي النهاية ركنية في آخر يوم كان الجميع يترقب من أنصاري سنتابع هذه الركنية ليو على تنفيذها ميسي يلعبها في القائم الثاني رأسية تبعد بعد ذلك من جانب مرة أخرى وينها ردة الفعل رويز إلى اليوم ميسي بالعودة للوراء تمريرة تصل إلى اليوم مرة أخرى تحرك بينية لكنها صعبة وبعدين يبقى عمل رائع في وسط الميدان لكن الدفاع يتدخل ميسي بلمسة أمام بيتروفيتش تحسن أداء إنتر ميامي نسبيا ولكن بالقليل من الخطورة دائما كل الخطورة عند اليوم ليو حولها على كثير من المرات يضيع كرات سهلة خاطئة الكرة من الدفاع بينية وانفرادية ليو أمام خليفة تدخل من خليفة الدوسري عدد ليولان يبحث عن التمرير تأخر شوية على جهة اليمين لتجعل ميسي مذهولا أمام زعيم آسيا سواريز عودة للوراء ليو العائد بعد ذلك بتمريرة تصل إلى رويس مباراة اللي لا زال ليو ينتظر عمل أكبر من زملاء جوردي بكرة عند ميسي محاولة مرور أمام أكثر من لاعب بدون موازين يمكن أن يحدث كل شيء طالما ميسي موجود لمسة ليو لسواريز تمريرة الرد تعادل كان فيها تسلل على ليو ينجح من خلالها فريق إنتر ميامي من الوصول إلى هدف ثاني يلغى بداعي التسلل هدية كانت من جانب دفاع الهلال ليو بقرار الحكم المساعد غريسييل ضاع كرات بين عناصر انتر ميامي أمامية ومحاولة باتجاه ليو بتسجيل ثلاثة أهداف وأيضا ضياع العديد من الكرات ضغط عالي ليو افتك الكرة لكن فيها خطأ على ميسي خطأ على ميسي ولمصعتي نيفيش لا على نيفيش شوفه مرة أخرى هل كان اللعب على الكرة من أجل الحصول على الكرة أم كان في احتكاك؟ نعم كان في أول لفريق ميسي ثم عاود الهلال تقدمه بهدف ثالث بضربة رأسية. جينا مساندة أكبر ميسي اسمح لي القول لقد وصلت إلى نادي غير فريق جيسوس الشوط الثاني دكة طبعا موجود عند أغلب العناصر من فريق 19 للهدف الثاني لإنتر ميامي في هذه الأمسية ترقب وانتظار ليو أمام الوطيان ليو نعم نعم من غيره ليو من
أكبر ومتعتها أكبر. لا يمكن أن يدور وبصمة في مباراة بهذا الحجم. ميسي يضع بصمته من علامة الجزاء في زاوية مستحيلة. يسجل الميامي هدفين، الهلال ثلاثة. لمن الكرة يدلين؟ ليوب أمام الحمدان يكسب الانتر ميامي، حارس المرمى انتر ميامي شكل ثاني. اللمسة في الأصل من الكرة في الأصل أمامية، ومحاولة لمساطي رويز ومرور جميل. رويز مرة ثانية وتسديدة. يا إلهي لا خوف عليكم، كانت للبارسا. الهلال ثلاثة انتي. ميسي مرة أخرى نحو بوسكيتس، تمريرة الرد عند ليوب، يحاول اختراق الدفاع، ضغط على بجانب ياسر الشهراني. اوه هنا ياسر ذهب ادراج الرياح، وتمريرة ولا اروع، وانفراد وكورة. ستة اهداف شاهدناها في هذه الامسية. لا زالت الانتر ميامي لمن 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 عالية يا ليوب، فرصة في منتهى الخطورة لمصلحة انتر ميامي. يا جماعة ليو هو ليو، ليو هو ليو. دعك من السن، دعك من تقدم في العمر، ليو لا مثيل له. إن بلغ 35 36 عام ولا حتى جانبية. ميشيل سواريز، ميسي، لا تكتم قدم السعودية. سيكون هنالك تنافسية على وتطور أكبر على مستوى الأندية، وأيضا صعب على شهراني، أطول من اللازم. كل شيء يبدأ من ليو. ليو أمام خليفة الدوسري يكسب خطأ، صورة معبرة بين ثلاثة لاعب. لكن نعم، في كان في خطأ على غريزيان لمساطي لودي.